يا حنوح قولوا للغضي وش نوحة يدخل على الله لا يزيد. متشرف اني اطلع فيها هالشاشة الطيبة هذه اسد الاخبارية. الرحم معانا من الاول المقر من بيت معزبنا الغالي الدكتور خالد الاسود المحارب، واللقاء الجميل اليوم لقبيلة بني صخر من ارض شهامة من الاول المقر. نستضيف اليوم الفنان القدير الفنان والمنشد السعودي عبد العزيز العليوي. ابو عبد الله اهلا وسهلا. الله يبجيكم وانتم وافين وبيض الله وجهكم على هذا الاستقبال الطيب وعلى هالحفاوه، ولا هي غريبه عليكم، ربعا عزيزين وغالين، ويشهد الله محبتكم علومكم غانمه وطيبه وتقود الوجه. ومتشرف اني اطلع فيها هالشاشه الطيبه هذه اسد الاخباريه. نسمع بهذه أسد طال عمرك. أتمنى لكم إن شاء الله التألق والتقدم يا رب، وعبد كلي لكم ولي تبي. ونعم نعم نتشرف فيك والله فنان. فنان شو الآخر أعمالك؟ والله نزلت هو آخر عملين، في عمل حبوب لا تغضب وفيه على الهون. طبعا على الهون اللي هو الأخير ما له أسبوع تقريبا نازل في السوق، وإن شاء الله أنه يلقى أصداء بإذن الله إن شاء حول الله. بحول الله الله يطول عمرك. ما شاء الله عليك، المرة هذيك هديت لبني صخر نشيدة بني صخر عز وفخر. نعم شيلة يستاهلون بني صخر. طبعا قبيلة بني صخر وشباب بني صخر يهدوك السلام. الله يطول على هاي القصيدة عمرك. وإحنا نفتخر فيك ما شاء الله. الله يعزك، وهذا حق واجب وأقل ما يقدم. ولو نغني ليل نهار ونألف فلا نوفي الربع الغالين حقهم. ونعم وانت الله يعزك يعني منا وفينا، كل لكم طال عمرك، نعتبرك من هالقبيلة. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. من خلال قناة أسد الإخباري ومحدثك محمد إبراهيم الخضير والمخرج التلفزيوني أسيد الجبور، نشكر الفنان والمنشد السعودي أبو عبد الله عبد العزيز العليوي، نشكرك كل الشكر فنان على هاللقاء الطيب. واجب لا شكر على واجب، وبيض الله وجهكم على هاللقاء الطيب، وتشرفت يشهد الله. يلا حيك. الله شكرا يحييك. شكرا لك. الله يحييك. نعم نعم والله. الله يحييك. شكرا لك.